آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة الحد الأول اللي فات الاستعداد، والنهاردة الأولاني بنسميه حد الإيه بقى؟ أنتوا حافظين حد الإيه؟ ليه؟ لأن زي ما أنتوا شايفين كده في أوله، لا تكنزوا لكم كنوزا، ويتكلم على الكنوز، يقول الكنوز اللي بتفنى، كنوزا تفنى، يقول حيث يفسد سوس وحيث ايه ينقب سارقون ويسرقون. وبعد كده يقول لنا حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. وبعد شويه تلاقوه نقل على حاجه تانية خالص، يقول سراج الجسد هو العين. ايه علاقه العين بالكنز؟ ايه علاقه العين بالايه؟ بالكنز. وبعد شويه ينقل على حاجه ثالثه، يقول ما لا يقدر احد ان يخدم سيدين، اما الله او الايه او المال. ايه يقصد ايه بالكنز؟ طبعا لو قلنا للناس مين الكنز، كلنا عارفين الكنز هو مين؟ ربنا يسوع المسيح، والسماء بمجدها اللي فيها المسيح بتاعنا، هو ده الكنز. طيب هل الكل عنده العين اللي تشوف الكنز ده وتقيمه؟ هتقول انا عارف المسيح هو الكنز، مقيمه قد ايه؟ احنا بنقيم الامور بايه؟ بالعين. العين تختبر وتشوف، ها، وتفحص الامر عينيا. طب لو العين، ها، العين مش قد كده، هتشوف الكنز؟ مش هتشوف الكنز. عشان كده النهارده مدينا مثل عن واحد ما كانش شايف الكنز، اللي هو مين بقى النهارده؟ مين مصحصح في القرايات؟ احنا ليه بنقول لكم تعالوا من بدري؟ شاول الترسوسي. شاول الترسوسي ما كانش شايف الكنز، قال عن نفسه ان انا صنعت بجهل في عدم ايمان، جهل وعدم ايمان، هلك شعبي لعدم المعرفه. ما كانش مقيم المسيح. وبعدين لما عينيه صحيت، المسيح فتح عينيه كده كشف عن عينيه، فابتدى يشوف الايه؟ الكنز كويس قوي، عارف مين ده. طب عمل ايه لما شاف الكنز؟ عمل ايه؟ مين يعرف؟ قال ايه؟ قال خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاق. الله، لا واحده واحده على روحك كده، يعني اخسر حبه وحبه وسيب حبه؟ قال لا، ما ينفعش، مش هينفع. انا عايز الكنز ده، فقصاده الكنز ده عشان اخده لازم اضحي باي حاجة تانية تقف في سبيله. اي حاجة تقف في سبيل هذا الكنز هعمل ايه؟ هضحي بيها. اي حاجة تقف في سبيله. ليه يا عم بولس الرسول، انت راجل عظيم، ايها القديس العظيم والرسول العظيم، ايه فهمنا خبرتك. قال اصلي مفيش حاجة تساويه، مفيش حاجة تساوي. لما يتحط في كفة قصاد الكنز أخسر كل حاجة أحسن، حتى حياتك، حتى حياتك. لدرجة في مرة مرات بيقولوا له، بيبكوا لأنه كان رايح أورشليم، وكان في نبوة إن الراجل خدوا المنطقة بتاعته للحزام اللي بيتحزم بيه، وقالوا له له المنطقة دي هيربط في أورشليم هكذا، فقعدوا يبكوا. قال لهم بتبكوا وتكسروا قلبي؟ ده انا مستعد مش ان انا اتربط بس في اورشليم، ده انا مستعد كمان ايه؟ ان انا اموت في اورشليم. ايه اللي بتعملوه ده؟ وقال ايه تانية جميله قوي، قال نفسي غير ثمينه عندي. على حسب ما انت فهمت ايه هو الكنز، على حسب ما التضحيات بتاعتك. عشان كده بنسال سؤال النهارده، بنقول السكة عليك صعبة والحمل تقيل عليك، ها، ولا خفيف؟ المسيح بيقول احملوا ايه نيري هين وحمل ايه. يعني لو قلنا لك الصوم، الصوم تقيل ولا خفيف؟ لو قلنا لك الصلاة، الصلاة تقيلة عليك ولا خفيفة؟ لو قلنا لك تسامح اخوك عشان تاخد المسيح ويبقى المسيح هو الكنز بتاعك، تقول لي لا 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 كل اللي ده، يبقى انت لسه ما قيمتش الكنز، يبقى عينيك مش شايفة الكنز، يبقى عينيك شريرة لسه، شايفة الشر، مقيمة الشر.
عينيك مقيمة الشر وعينيك مقيمة الشر. عشان كده انت موقفك ايه من الكنز؟ هتقولي لا ده انا بحب ربنا. اقول لك خلي بالك مش كل اللي بيقول بحب ربنا بيحبه، لان في الانجيل اللي تقرا النهارده بيقولوا ليس كل من يقول لي يا رب يا رب هياخد ملكوت السماء او ينفع يبقى ده بتاع ربنا بجد. امال اعرف ازاي؟ اعرف قيمه الكنز واعرف عينيك شايفه كويس ولا لا. لما تشوف نفسك هل مستعد تضحي ولا لا؟ هل في محبه غريبه في قلبك وانت بتخدع نفسك؟ ممكن اخدع نفسي، ده ممكن ونص اخدع نفسي. يعني ممكن ابقى باجي الكنيسه كل اسبوع وتيجي مشكله صغيره قد كده في الامانه في المحبه في التسامح في اي حاجه اقول لك لا 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 كل الا كده لا ما اقدرش. لو ما تقدرش تبقى انت ايه؟ بتخدع نفسك وعينيك مظلمه فيها خشبة لسه. عيني أو عينيكي لازم الأول الخشبة تطلع منين؟ من عيني. وده اللي كان بيقوله النهاردة في المثل بتاع الإنجيل، اخرج أولا، بيقوله في يمكن في عشية، أولا إيه؟ الخشبة من عينك عشان تقدر تشوف. لكن لو ما خرجتش الخشبة مش هتشوف. عشان كده احنا بنقدم توبة وبنقف مع نفسنا بجد بجد. هو مش موضوع مجيه وبس، لا اقف مع نفسي. ايه نفسي اكتر حاجة بتحبيها؟ هتقول لي بحب ربنا. ربنا طبعا بتدي ربنا وقت. لو بتحب حاجة تهتم بيها. اللي بيحب حاجة بيهتم. شوف الاولاد الصغيرة كده اللي بيحبوا الكرة، وبصراحة كمان في كبار كمان حتى في سن الشيخوخة يقعدوا قدام الماتش يعني ويحلموا بيه. الاولاد بتبقى حافظه سنه مش عارف 48 اللاعب الفلاني كسب الكاس وخد كم مره الجون وعمل ايه وسوى ايه. ايه الحفظ ده يا ابني؟ حافظ ده كله ازاي يا ابني؟ بيحب الكوره. تديها وقت قد ايه قبل ما تحفظ ده كله؟ بيدي وقت. ينام يحلم بالكوره ويقوم يحلم بالكوره. من سمعته من كم سنه لما قتلوا بعض عشان الكوره؟ مش حصل ده في ارقى الدول كمان مش في مصر بس. اصل بيحب الكور، مهتم قوي بالكور. طب المسيح اللي بتحبه بتدي له وقت قد ايه؟ انا بحب المسيح. طب تدي له وقت قد ايه؟ قد الفيسبوك ولا قل شويه؟ ها ولا ما فيش وقت وتعبان وعندي شغل وبرجع اخر النهار؟ الصلاه تقيله على قلبك؟ تقول لا كفايه الارتجالي، اصل المزامير طويله، اصل بسرح في المزامير. اعلم ان انت لسه ما ايه؟ لسه الكنز ما انتش شايفه. انت ما انتش شايف الكنز. تقعد على الانجيل قد ايه؟ الناس تقعد تحبب الايه؟ في الانجيل بالعافيه يقولوا الماراثون ومش الماراثون، يعني ناخد 3 اصحاحات في اليوم، يعني مش عارف. بتقعد على بعضك ونفسك تقرا، اصلك ساعات ممكن تقرا بس ما بتقراش. يعني عشان تتمم الواجب. ال3 اصحاحات او الاصحاحين اخدهم. فهمت اللي انت قريته؟ حاجة من اللي انت قريته؟ افهم ما تقرأ؟ دخل جوه قلبك وحبيته وعايز تعمل بيه ولا عملت الواجب؟ وفي حاجة تانية مهمة انت عايز تخلص عشان تروح تشوفها، مش فاضي للكلام ده. ايه رأيك انت موقفك ايه من الكنز؟ قيمته ازاي الكنز؟ شايف الكنز؟ مستعد تمشي زي الوصية بتاعت ربنا؟ ما هو كده. جه الشاب الغني للمسيح وقال له ماذا افعل؟ حبيب الحياة الابدية حبيبي خالص. الحياة الابدية عايزها. طب بيع كل مالك واتبعني. كشف على طول. لا اطلب اي حاجة تانية غير ديت. والعايز مثلا تبرع بمليون جنيه اديكم، لكن قلبي لا اكتر من كده. لا ما تحاولوشي. لغايه حد معين وقف عنده، لغايه حد معين وما تزودش عن كده. عايز اقول لربنا كده؟ لا ربنا لا بيقول لا، مفيش حد معين. ابراهيم بتحبني؟ انت قاعد في الارض دي ومستقر؟ عندك اصحاب؟ عندك قرايب؟ سيب اهلك، سيب ناسك، سيب ارضك، تعال وديك حته تانية. فين؟ امريكا يعني؟
امريكا بتاعت اليومين دول كانت ايه؟ كانت مصر في الوقت ده. لا اديك حته كده احطانه كده اسمها ارض كنعان ما فيهاش حاجه. اوعى تفكروا ارض كنعان كانت يعني في الوقت ده يعني ارض جميله او لا، دي الحضاره كانت في العراق هناك، اور الكردانيين دي اللي هي عندها الحضاره والكلام ده والميه والبتاع. هوديك طب ليه كده؟ ابراهيم كان الكنز بتاعه فعلا ربنا، قال له حاضر يا رب. قال له ايه؟ حاضر. عندك استعداد لما يجي اختبار يختبرك ويقول لك سيب عشان خاطري او اعمل كذا عشان خاطري تقول حاضر؟ لو عندك استعداد تبقى انت عرفت الكنز بجد، لو عندك استعداد تبقى عرفت الكنز. في حاجه انت مثبت فيها وحاجه انت مثبته فيها بينك وبين ربنا مش عايز تتنازل عنها. لو انت قدرت تتنازل عنها، سيجاره، حاجة مش مظبوطة، علاقة مش حلوة، بتقعد تبرر لها كده وتتلف وتدور حواليها وتقول لا، ها اي حاجة من الحاجات دي. لو انت عندك استعداد تضحي، هو ده الكنز. انت فعلا عرفت الكنز، انت فعلا عرفت الكنز، او انت فعلا عرفت الكنز. عشان كده عايزين ربنا ينور عينينا عشان نعرف الكنز. عايزين حاجتين نعملهم، هنصلي نقول له اكشف عن عيني زي ما كشفت عن عينين شاول، مش ظهرت له في الطريق وشاف نور وابصر نور وقدر يتكلم معاك، قلت له شاول ما هو شاول رخا ما كانش يستحق زينا كلنا ما نستحقش، لكن بنعمتك كشفت له. اصله كان بيعمل بجهل بس كان عايز يعرف ربنا، صنع بجهل. انت عايز تعرف ربنا حتى لو انت جاهل، هي ايه او انا جاهل؟ تزعلوش من الكلام ده، الكلام ده حقيقة لكلنا كلنا. او انا جاهل، هيكشف عن عيني، اكشف عن عيني فاتعلم. صلاة، صلي وامسك وقول له عايز اعرف، انا ما اعرفش حاجة. على طول صلي قول له اكشف عن عيني. لو ما نورش عيني مش هشوف، لو ما نورش عيني مش هشوف ولا هعرف. اكشف عن عيني يا رب، اعلن لي يا رب عن نفسك يا رب. دي الحاجة الاولانية. والحاجة التانية امسك في وصية ربنا على طول، لأن وصية ربنا يقول عنها هنا في المزمور اللي بنصليه بتاع السماوات، يقول ايه؟ يقول ناموس الرب كامل يرد الايه؟ النفس. سيبك من ان انت بتقرأ قراية الجرايد، ناموس الرب كامل يرد النفس يعني يرجعها تاني للسكة الحلوة. ناموس الرب كامل بيعمل ايه بقى؟ بيرد النفس. شهادة الرب صادقة تصير الجاهل حكيما، شهادة الرب صادقة تصير الجاهل حكيما. وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب، وصايا الرب ايه؟ مستقيمة تفرح القلب. امر الرب طاهر ينير العينين، ينير العينين. خوف الرب نقي ثابت الى الابد. يقول اشهى من الذهب والابريز ده كنز بقى، اشهى من الذهب، ده اشهى من الذهب، اشهى من الذهب، احسن من الذهب والابريز والكثير الكثير واحلى من العسل وقطر الشهد. يقول عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب. ايه؟ تحفظ، تلهج، تمسك المزامير وتقولها في وقت انت وانت بتصلي بيها، وانت في السكة، وانت في الشارع، وانت في كل مكان. فكر في كلمة ربنا، قول له رب عايز اعرف الكلمة دي، الكلمة دي هتوصلني للكنز وهتكشف عن عيني، هتديني نعمة. ولو عرفتك انا خدت الكنز اللي ما بيفناش. الكنوز بتاعت الارض هنا هتفنى كلها، الصحة هتفنى، والعيال عيالي وخدت بركة وربيتهم وبقوا ثمرة حلوة، بس مش هم اللي ينفعوني. ما تزعلوش من ولادكم لما يتجوزوا ويسافروا ويروحوا وييجوا، ده الطبيعي، مش هم دول اللي هيعدوا لك. ها؟ والمركز هتسيبه، كل حاجة هنسيبها هنا، هيفضل الكنز واحد بس. تقول له أنت مخرجي من بطن أمي، متكلي منذ صباي، عليك استندت من البطن، زي ما داود قال. هو ده اللي هيبقى لك الكنز بتاعك، وهو اللي ياخدك من ايدك ويمشي معاك ويديك السماء. هتروح على عز وعلى خير وعلى محبته وعلى رحمته، وعلى هو بس اللي هينفعك، هو ده الكنز بتاعك. اوعى تتغر بفلوسك ولا بمركزك ولا بأي حاجة ليك، اوعى تتغر.
كل ده ما يسويش حاجة. ربنا يدينا نعمة. لإلهنا كل مجد وبركة وسلطان من الآن الأبد الأبد كلها. أمين.